أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: إذا بات الإنسان في نهاية مزدلفة وهو في أيام التشريق، لأن مكان المبيت هو مقر عمله، هل في ذلك شيء؟ إذا كان أنه مأمور بأن يبقى في مزدلفة مثل الجنود، مثل الحرس، مثل المرور، لا بأس، ما ليس عليهم مبيت، من أجل أنهم يعملون للحجاج ويعملون لصالح الحجاج، مثل الأطباء، مثل يسقط عنهم المبيت، مثل رعاة الإبل يسقط عنهم المبيت. نعم.